اللاعب علي عدنان يعتزل اللعب دوليا وبشكل نهائي، عنوان لمقطع فيديو انتشر على منصات وبيجات عراقية صدقه الملايين، ولكن في الحقيقة الخبر غير صحيح. الفيديو قديم جدا، يعود لعام 2016، أي قبل حوالي 8 سنوات من الآن، عندما قرر علي عدنان في حينها قرر الاعتزال بسبب السب والشتم والتجاوز الذي تعرض له من قبل بعض الجماهير الغاضبة بعد خروج المنتخب الأولمبي العراقي من أولمبياد ريو دي جانيرو. هذا القرار قديم، لا علاقة له باليوم ولا بعلي عدنان ولا بخروج العراق من بطولة آسيا، لذا اقتضى التوضيح والتنويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة حبيت أنوه على شغلة كلش مهمة، أنه من خلال مباراة المنتخب الوطني الأخيرة والسب والشتم اللي وصل أنه إلى عربك وأهلك، أعتقد هذا فد شيء ما مقبول في كرة القدم وما مقبول شيء بكرة القدم. أتمنى من الناس أنه تراجع نفسها وكفانا تخلف بصراحة، لأنه المنتخب العراقي قدم بطولة كبيرة، قدم مباراة كبيرة خاصة المباراة الأخيرة، لكن الحظ ما حالفنا. كل الناس اللي انتقصوا من علي عدنان من اللاعبين المنتخب الوطني خليهم على راسي، وكل الناس اللي كانت مساندة علي عدنان طوال فترة حياته الكروية أخليهم على راسي، راح يكون جمهوري وراح يكون ناس اللي أحبهم، أشكرهم جدا، هم اللي وصلوا علي عدنان لهذه المرحلة. لكن بعد هذه اللحظة صدقوني كرة القدم بالعراق صارت عكس، أنا آسف على كل شيء، لكن صدقوني خلاص إنه علي عدنان راح يترك كل المنتخبات العراقية، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. ينشر أصحاب بعض البيجات المحلية الكثير من الأخبار، ولا يتم في كثير من الأحيان توخي الحذر والدقة في نقل وتداول المعلومة كهذه، كون أن أغلب العاملين في إدارة تلك البيجات المحلية لا يمتلكون الخبرة في مجال العمل الإعلامي أو الصحفي، ويعتمدون على مصادر غير موثوقة طبعا دون التأكد من المعلومة أو للبحث عن الشهرة والانتشار بأي ثمن. مهما كان الخبر له تأثير طبعا، إذا كان تأثير سلبي أو إيجابي، أو مهما كان هناك تداعيات للخبر، هم ينشرون فقط من أجل النشر دون التأكد من معايير ومصداقية ما ينشرون. ردود الأفعال والتعليقات والآراء حول قصة علي عدنان وقصة اعتزاله، حول مقطع الفيديو القديم كما قلنا والذي سجل في عام 2016 وانتشر في حينها، كانت تعليقات كثيرة. نذهب إلى التعليقات والآراء التي كتبت. التعليق الأول من مصطفى، يقول مصطفى الزيداني: فإذا امتنعت عن تمثيل العراق فهناك آلاف الشباب يمثلون العراق على سواتر الشرف ويستقبلون الرصاص بصدورهم، هاشتاج عذرا علي عدنان، العراق أكبر منك. هذا صدق أن علي عدنان اعتزل في مقطع الفيديو ولا يعلم أن الفيديو قديم طبعا. إذن تعليق آخر ومداخلة من محمد السعدي، يعني هو يبقى لاعب راقي وأخلاقه عالية، وهاي الكرة ما بها شيء ثابت، يوم تصيب ويوم تخيب، أحسن لاعبي العالم يمرون بهيك شيء. وطبعا الشعب همجي ومتخلف بامتياز، لأن الشتم والسب هذا دليل واضح. تعليق آخر ماي آي علي: ليش تتحسس من الجمهور وتاخذ على خاطرك بسرعه؟ ايش دعوه؟ ما يصير هيك، خلي بالك طويل، شنو هسه ما راح يلعب للعراق بعد؟ هناك ايضا تعليق من آية تقول: آية 98 اسامه، شكله قديم الفيديو، الله يهجم بيوتكم اهل البيجات على هالكذب، تدورون طشه براس الولد. الموضوع لم يمر على آية، كانت دقيقه ولديها نظرة ثاقبة فاكتشفت الأمر. هناك أيضا تعليق آخر ومداخلة من المحامي سيف الهاشمي: صحيح الشعب لازم يكون مثقف أكثر، وأنت يا عيني هم أنا لازم تكون مثقف أكثر وتعتزل، جاي تشوف نفسك ما تقدر تلعب، أخطائك كثيرة، ما تقدر تركض، ليش تخلي نفسك بهذا الموقف؟ تعليق من وسام، يقول وسام القريشي: لاعب راقي محافظ على مستواه، لكن سبب تذبذب مستوى مدربي المنتخبات وعدم استقرار التشكيلة للمنتخب يسبب في تذبذب مستوى أكبر لاعب والتحضير السيء للمباراة. من قصة علي عاد